حياكم الله من جديد وأرحب بكم في الفقرة التحليلية، كما يمتد ترحابي كذلك بمن يشاركني هذه الفقرة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد الماح. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك، حياك الله. حبيب عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. إذن الآن نذهب إلى تحليل عناوين الحلقة، والبداية بصحيفة الصيحة إذ جاء فيها: حمدوك يترأس الاجتماع الدوري بشأن الوضع الأمني بالبلاد. في التفاصيل، ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك نهار أمس وبمكتبه برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع التنويري الدوري بشأن الوضع الأمني بالبلاد، وذلك بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء والدفاع والداخلية ونائب مدير جهاز المخابرات العامة ومدير عام قوات الشرطة. واستمع الاجتماع لتنوير مفصل بشأن الوضع الأمني بالبلاد بصورة عامة والمعالجات التي تمت في بعض المناطق مثل مناطق إنتاج البترول وسد مروي. أستاذ محمد، يعني في الآونة الأخيرة وحتى يعني في الأسبوعين الأخيرين نلحظ اهتماما متعاظما من رئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بالأوضاع الأمنية بالبلاد، كيف تقرأ هذا المشهد؟ هي بالطبع الأوضاع الأمنية هي مهمة جدا بالنسبة لبلد يعني بدأ خطوات جادة نحو المجتمع الدولي لجذب الاستثمار. الاستثمار مرتبط ارتباط كامل وتام بالعملية الأمنية، ولذلك لابد كان لمجلس الوزراء يتحرك في هذا الملف، خاصة أن هناك تحديات كبيرة واجهت هذا الملف من قطاع طرق داخل العاصمة، ما في تهديدات في مناطق سد مروي ومناطق البترول، دي كلها عجلت بأنه مجلس الوزراء بحمدوك نفسه أنه يتابع هذا الملف، وده شيء طبيعي لأن المستثمر ما لم يجد حماية ما لم يجد اطمئنان ما بيجي بأمواله عشان يستثمر في بلد غير آمنة. هذا هو الذي يعني جعل المجلس يتجه الاتجاه ده. نجد أن الشرطة أيضا قامت بانتشار واسع في العاصمة بمغارب أو أكثر من 3000 جندي الآن، وكان في يعني انخفاض ملحوظ للجريمة في الأيام الفائتة في القوات المشتركة التي الآن تعمل في الولايات وتعمل المناطق الحساسة اللي فيها منشآت، بالإضافة إلى القوات المشتركة داخل العاصمة. دي كلها بتدي نتاج قوي على الإعلام المتزايد عن وجود الجريمة بصورة ضخمة، ده بيؤدي إلى كثير من الاختلال في العملية الاقتصادية. الأسواق الإغلاق البدري للأسواق والمتاجر، الحرص الزايد من التاجر من المواطن اللي بيذهب، دي كلها بتأثر فيها تأثير على الاقتصاد، بالإضافة للشيء الأهم هو المستثمر، وكان ده شيء طبيعي أنه أن حمدوك يهتم اهتمام شخصي بهذا الملف. جميل. يعني أصبحت منصات التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الأسرع في نقل الأخبار وإيصال صوت المواطنين، وتابعنا في الفترة السابقة تذمر كبير جدا ومقاطع فيديوهات لنهب لمواطنين وعدم استتباب الأمن في المناطق وحتى ولاية الخرطوم من خلال انتشار قوات الشرطة والقوات المشتركة في ولاية الخرطوم. لاحظنا هذا الشيء، وأيضا ضجت المواقع بكثير من العمليات التي تم من خلالها إلقاء القبض على عدة عصابات موجودة. لماذا تأخر وجود هذه القوات حتى انتشرت الجريمة بشكل كبير، وما المطلوب حتى يستقر ويستمر هذا الشكل ويستمر الأمن في السودان؟ طيب، هي طبعا الجريمة داخل العاصمة بالضبط وكان سبب هذا الانتشار. الجريمة كانت بتتم في شوارع يعني في الشوارع الميتة أو المظلمة، أو في يعني دائما بيحدد هدفه المجرم في مناطق محدودة بدراجات. ألم تكن بخارية. هناك جرائم عبر الشوارع الرئيسية؟ بالدراجات البخارية. أنا جايك للحتة دي. فدي مسألة يعني أخذت فعلا، هي كانت موجودة أصلا لكن حصل تضخيم ما عادي
في التواصل الاجتماعي. فبالتالي كان لابد للشرطة أنها تتحرك بنفس الضخامة التي تم بها عرض هذه الجرائم، وكان لها أن أخرجت 3000 جندي لتغطية. جميل. ما هو قصدك بالتضخيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل نشر معدلات الجريمة يعني، أم ما هو القصد المعني من هذا طيب المصطلح؟ ما هي الجهة التي قامت بنشر هذه المقاطع؟ نتفق على الجزء ده. هل هي جهة متخصصة؟ هل كل ما تم هو فيه تضخيم وإشاعات، أم هي جهات مسؤولة ممكن الناس يمشي يزالوها؟ أين هذه الجريمة؟ يعني ممكن شخص، يعني في جرائم قبل كده نشرت قديمة في مواقع التواصل، فده التضخيم المقصود. في يعني هل هذه الضجة التي حدثت هي مفتعلة مثلا ولم تكن حقيقية؟ أنا ما قلت هي حقيقية، ولكن ضخمت. هذا التضخيم لابد انه يقابلوا تحرك ضخم من الجهات المعنيه. ده ما حدث الان. حمدوك رئيس مجلس الوزراء يجتمع في مزاره الامن، الشرطه، وزاره الداخليه تتحرك عشان ما يكون في تقصير. لكن انا بتحدث عن من الذي ينشر؟ من المزول من هذا النشر؟ من المحاسب من هذا النشر؟ هل هناك يعني موقع محدد يمكن ان يسأل اذا نشر مقطع غير صحيح؟ الآن هل القضية هي قضية من الذي ينشر هذه الجرائم، أم كيف يتم فرض هيبة الدولة والأمن لدى المواطن؟ وحتى هناك كثير من الشكاوى من المواطنين، ويمكن أن يكون عدة أصوات قد وصلك بشكل شخصي يشتكون أن هناك جرائم كبيرة نعم جدا. نعم، هناك جرائم حدثت في شارع الهوى، حدثت في بحري، في أم درمان، في كل المناطق العاصمة. إذن القضية ليست قضية من نشر، لكن القضية كيف الآن يتم نحن نتحدث الأمن. عن التضخيم. عن التضخيم، يعني نحن ما بنتحدث عن تقصير للشرطة بقدر ما أن هذه هي جريمة متحركة، جريمة سريعة بتحتاج لتعامل وتعاون بين كل الجهات. حتى الإعلام ذاته المفروض يكون عنده توعية، يعني بصورة واضحة يكون مسؤول عما ينشر. يعني أسأل الآن كل المقاطع التي نشرت تجد مقطع او مقطعين من مواقع إلكترونية مسؤولة ولها اشخاص ولها اسم ومسجلة. اما الباقي ده كله من مجهودات افراد فيها الصح فيها الخطأ. انا ما بقدر ازعل لي شخص. لكن استاذ محمد، يعني انا اعتذر على المقاطعه لحساسيه هذه القضيه. يعني عندما نتحدث عن نشر الجرائم، هل نحاسب من ينشر الجرائم، ام نحاسب من لم ينشر الجرائم، ام نتحدث عن الجريمه التي اصبح المجرم يتعامل فيها بكل جراه مع المواطن؟ انا اتفق معك تماما ان هناك جريمه موجود، الجريمة دي إذن القضية ليست قضية من ينشر عبر المواقع، القضية لماذا أصبحت الجريمة بكل هذه الجرأة في ولاية الخرطوم حتى في العاصمة؟ هذه الجريمة والتطور بتاعها بيحدث يعني في نيالة أو في منطقة غرب السودان، أوقفوا تحرك حتى المواتر حتى المصدقة صحيح. لزمن محدد وفعلا الجريمة جفت. هناك أيضا هي جريمة الخطف بالمواتر، ده أصلا جريمة وافدة، هي وافدة من دول أفريقيا. دي بتتطلب الأوراق الثبوتية. الآن هناك في حركة لأجانب ما عادية داخل العاصمة تحديدا، والآن في شكاوى من الشمالية، في شخص قتل في مزرعته، برضو في تحرك لأشخاص لا يحملون هويات وهم من دول أخرى في مناطق الذهب في مناطق الشمالية. فدي المسألة هي موجودة، جريمة تحتاج لأن الإعلام يتحدث عنها بعمق. يعني الآن ما تراهم في الطرقات يطلبون الحاجة من المارة، دي مسألة هي في الأساس هي جريمة. يعني الجريمة تبدأ من هنا، ما لم أنت تقوم بعملية تحرك
الشخص بأوراقه الثبوتية لتحدد عدد الأجانب في السودان، لتعرف من أين أتوا ولماذا وكيف. الآن في فوضى واضحة، ودي دي دي سبب الجريمة الأساسية بالمناسبة. يعني أطفال الشوارع الذين نضجوا وكبروا، نحن مسؤولين من 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 هؤلاء. وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولة من هؤلاء. يعني المسألة دي متعاظمة متشابكة. صحيح. لا, لا 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 شك في ذلك، لكن لكي نغلق هذا الملف بالشكل الأنسب الآن، انتشار، أعود لسؤالي، انتشار قوات الشرطة حد بشكل كبير من وجود المجرمين، من جرأة المجرمين، كيف يمكن أن تستمر هذه الحملات كي لا يعود المجرمون من جديد إلى الاعتداء على المواطن بكل جرأة كما تابعنا الفترة السابقة؟ هي حتى دول العالم الأول الآن بتشتكي من الجريمة. يعني الجريمة أن تكافحها تماما لا تستطيع إلا بتضامن كبير من الشعب، من المواطن. الشرطة عليها العبء الأكبر أنها تقوم بهذه الانتشارات بارتكازات قريبة، وعدم قيام مناطق، يعني تكون في مناطق مظلمة لابد من تكون في إضاءة. قطاعات الكهرباء أيضا لها ضلع كبير في هذه المسألة، بالإضافة إلى العشوائيات. نحن كثير بنتحدث من بدري إنه السكن العشوائي في أطراف العاصمة ما لم يتم إزالته وتعويض الأشخاص وتغنينه، والسكن بنمر وبشهادات بأوراق ثبوتية، هذه أيضا تجفف كثير من الجريمة. يعني ها قلت لك دي عملية متشابكة، المزارع الأمنية دي تدخل فيها الأراضي، تدخل فيها التنمية الاجتماعية، البنوك بعمليات التمويل الأصغر، مسألة كبيرة اقتصادية بدائرة تكامل جهود. جميل. إذن نتمنى أن تطغى تكافل وتكامل هذه الجهود بين كل الأطراف لحماية المواطن قبل كل شيء. نتحول إلى الحداثة ومنها نقرأ: الصادرات تحقق ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول الحالي. في التفاصيل، إذا أعلن البنك المركزي انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 1,633,000,000,000 دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري. وقال التقرير إن قيمة الصادرات السودانية ارتفعت إلى 2,528,000,000 دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1,250,000,000 دولار لنفس الفترة من العام الماضي، في وقت ارتفعت الواردات خلال الفترة من يناير إلى يونيو إلى 4,161,000,000 دولار مقارنة ب4,000,000,000 دولار لستة أشهر الأولى من العام الماضي. إذن هذا الخبر يؤكد أن هناك طفرة كبيرة في الصادرات السودانية، لكن هذا حديث، دعنا نتحدث أكثر أو نتعمق أكثر، ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الأرقام، ولماذا لم يلتمسها المواطن على أرض الواقع حتى هذه اللحظة؟ بالضبط، السؤال ده هو جيد جدا والخبر ممتاز. المسألة بتاعت الميزان التجاري فعلا هناك يعني في تقدم كبير جدا في الميزان التجاري بالنسبة للسودان، وده يكاد في السنوات الأخيرة لأول مرة يحدث. السودان يحتاج حسب التقديرات الاقتصادية إلى 5,000,000,000 دولار سنويا. يكمن الخلل في السودان في أن وارداته هي من الخارج أكثر من الصادرات، وده هو الخلل في الميزان التجاري بالضبط. لكن نتحدث عن لماذا الميزان التجاري الآن تغارب وفي تقدم، دي المسألة المهمة. هناك صادر الفول هذه المرة كان له أثر كبير جدا وتصدر وكان عائده جيد، السمسم، وبالإضافة إلى عباد الشمس، بالإضافة إلى السمغ العربي، رغم أن التهريب أكثر من المتواجد. ده بيقودنا ليه المواطن ما التمس هذه المسألة. يعني احنا لسه ما خشينا في موضوع الذهب، يعني الذهب برضو في الموازنة، لكن ده نتحدث عن الزراعة لأنها هي الأهم. الزراعة عندما الموسم السابق وتم التمويل له
من البنك الزراعي كان الفدان تكلفته بالضبط 8 مليون وشوية. جميل. كان الدولار وقتها ب 142 جنيه في البنك الدولار. حصل التضخم للدولار أصبح في البنك ب 430. تكلفة الفدان من التمويل الشتوي الموسم السابق كان 8000، لأن هناك استهلاك ما يقارب 50 مليون جالون جازولين في اليوم. الآن الجازولين أصبح بقرابة أكثر من 700 جنيه، وكان قبلها بأقل من 300 جنيه. عشان كده المواطن ما حس بهذا نسبة للتضخم الحدث. حتى على صعيد لكن الان هناك يعني لا انا اجيك هناك تحسن هناك في ما في تحسن. هناك الفدان الان بدل من 8000 قفز الى اكثر من 50000 للتحضير. فهذه الاشياء بتضع الناس امام تحدي بان الزراعه هي المخرج. لابد من رفع راس مال البنك الزراعي، لان هسه الان التمويل نفس التمويل المال راس مال البنك الزراعي لما كان بمول بثمانية لازم يمول اسع، لكن بدل يمولك انك تزرع 1000 فدان حيزرع ل 100 فدان تمويل 100 فدان. فدي اذا ما تم رفع راس مال البنك الزراعي عشان يقابل التضخم والزيادات التمت، بالمقابل تشجيع المزارع بشراء القمح يعني مثلا من 20، لابد ان الجوال البنك يستلمه ب 30000 جنيه سوداني بالسعر العالمي عشان ما يحاول يبيعه برا، وهو المزارع بيرى نفسه مظلوم. يعني بيع الجوال ب 15، التاجر بيشيله بقفله في المخازن بيطلعه ب 40000. لابد للبنك الزراعي والحكومة وكل البنوك تعمل لحماية المزارع. دي من أهم الأشياء اللي بتشجع المزارع لأنه يزيد الرقعة الزراعية. مهما زادت التكلفة إذا البنك بمول المزارع بيكون العائد له إذا ضمن أنه بيبيع محصوله بما يجزي بدون ما يبيعه لتاجر، دي بتكون حلول. إذن بإيجاز، في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية بعض التقارير الآن تشير إلى تحسن طفيف في النقاط كثيرة جدا، منها حتى مستوى التضخم الذي تحدثنا عنه. هل ستستمر هذه النقاط أو هذه التقارير بالتحسن أم سنعود مرة أخرى إلى الوراء؟ وكيف يلتمس المواطن التحسن إذا حقا واصلت هذه التقارير في الارتفاع الاقتصادي؟ وما حدث الآن للحقيقة هو كلها كانت غطة إزعافية. حتى البنك الزراعي لا يستطيع أن يضع خطة لمدة 10 سنوات. جميل. والبنك الزراعي دائما في السودان بيضع الخطة لثلاث سنوات، وفي الثلاث سنوات دي يتقلب كثير يعني عشان لتغلب العملة. إذا حدث هذا الاستقرار، وده ما بيحدث إلا إذا أنت حميت المزارع، البنوك قامت بدورها. يعني التمويل ده ما يكون على البنك الزراعي فقط، لأن البنوك تقوم بدورها عشان تستطيع أنها تمول التاجر ويكون في عدالة في التمويل. يعني أيضا هناك في حديث من المزارعين بأن التمويل بيتم لفئة أكثر من الفئة الأخرى، برضو تكون في عدالة في التمويل. إذا نحن حافظنا على الزراعة، والزراعة الآن أصبحت هي بالمناسبة الاتجاه العالمي، ده ما أظهرته كورونا. يعني جائحة كورونا ورت أن العالم ده كله أمنه في الاقتصاد في الزراعة. ودي في السودان ما عنده فيها مشكلة إلا أنه يجد عقول يجد طاقة. يعني إحنا لابد أن نستفيد من الإنتاج الكهربائي المائي، لانه احنا اذا يعني مثلا رئيس مجلس الوزراء الكلام ده انا قلته هنا مره لما ذهب لكجبار وسيتيت، وعدوا انه ما حيقوم السدود دي، وده خطا، لان السدود مفروض تقوم وتعوضهم. العالم كله نحن العالم من مش العالم من حولنا، الدولتين الامامنا وخلفنا عملوا سدود بتكفيهم وبتصدر الكهرباء. ما ممكن نحن كمان عندنا مورد زي ده ونستسلم
للمواطنين ممكن نقنعهم، وحمدوك جاب بقبول كبير جدا، كان ممكن يقنع هؤلاء وانهم يهجروا من مناطقهم ببناء جيد وبتعويض جيد، ولترتفع الكهرباء من 3600 ميجا وات، ونحن عندنا نيل قدر ده، ل 10000 ميجا وات. ما يمنع، ولا بد من تضحيه يعني. نعم. إذا نتحول إلى السوداني، ومنها نقرأ تصريح لياسر عرمان: الانفلات الأمني الذي تقوم به عصابات النيجرز مقصود. في التفاصيل، إذ قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الأستاذ ياسر عرمان إن الانفلات الأمني الذي تقوم به عصابات النيجرز مقصود وتديره جهات تقرأ من تاريخ الثورات التي حدثت حولنا في الأعوام الأخيرة. وأشار خلال حديث إذاعي إلى أن القصد من ذلك إحداث بلبلة أمنية واقتصادية حتى يكره الناس الثورة، لكن الشعب السوداني واعٍ جدا. أستاذ محمد الماحي، هذا التصريح ورد كثيرا، ليس فقط على لسان ياسر عرمان، وليس فقط في القضية الأمنية، إنما البلبلة والفلول والتابعين للنظام المباد وما إلى ذلك. يعني هذا الحديث من قبل ياسر عرمان وأن هذه التفلتات مقصودة من جهات معنية، كيف تقرأ تصريحات ياسر عرمان؟ والله ياسر عرمان طبعا في الفترة الأخيرة دي عنده تصريحات كثيرة ما في التخطة، يعني خارج التخطة. ونحن هسه تكلمنا عن التضخيم الإعلامي، دي واحد من أنواع التضخيم، دي واحد من أنواع التضخيم يعني مقصودة. ما في حاجة اسمها فلول، دي مجرم جيبه حقق معاه شوفه طلع ليش شنو، بس دي الإجابة كلها على هذا الـ 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 من أين أتى وكيف ولماذا. حتى إن كانت هذه السيناريوهات الإجرامية مقصودة، وكان هناك خبر في حلقة سابقة كنت قد ذكرته بأنهم يتبعون لكتائب الظل النظام المخلوع، هل هذا يمكن أن يسوقنا إلى أن هناك ضعف الدولة في القبضة الأمنية؟ نعم، أنت حلك شنو دير الفلول وهم عملوا كذا، ما هو الحل؟ أنت كدولة حلك شنو؟ ما هو إذا كان فلول، إذا كان كتائب ظل، إذا أتوا من تحت الأرض، المسؤولية بأن يتم القبض على هؤلاء، التحقيق معهم لمعرفة الجهة التي جاءوا منها. هذه مسألة ما صعبة على الشرطة السودانية. إذن التصريح ياسر عرمان، ما الذي يمكن أن يعني يضيفه من سيناريوهات في المشهد؟ والله هو ياسر عرمان أراد أن يحمل الفلول كثير من، هو جلس مع الفلول و هو جاء في اتفاق نيفاشا وكانت له لقاءات كثيرة معهم، ودي مسألة أنا الخبر ده أنا بيعتبره خبر هو من أنواع التضخيم. يعني ده من أنواع التضخيم، ده المجرمين طلعوا على الشرطة إنها تقبضهم وتقدموا للعدالة ويتحاكم. نعم. إذا نتحول إلى الانتباه، ومنها نقرأ: وزارة التربية والتعليم تعلن تقويما مدرسيا للعام الدراسي الجديد. إذا أصدرت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم قرارا قضى بإعلان التقويم المدرسي للعام الدراسي 2021-2022، وأوضح التقويم أن الفترة الأولى ستكون 96 يوما تبدأ من 20 سبتمبر الجاري وحتى 31 يناير. وأشار إلى أن امتحانات الفترة الأولى ستبدأ في 16 يناير وتنتهي في 31 من ذات الشهر، على أن تعقد امتحانات الفترة الأولى في الفترة من يوم الأحد 16 يناير وحتى يوم الاثنين 31 منه. وبان التقويم أن الفترة الثانية ستكون مدتها 74 يوما تبدأ في 8 فبراير وتنتهي في 30 مايو. وستنطلق امتحانات الفترة الثانية لمرحلة الأساس في 8 مايو وتنتهي في 19 من ذات الشهر، فيما ستبدأ امتحانات الفترة الثانية للمرحلة الثانوية في 7 مايو وتنتهي في 19 من، وستبدأ امتحانات شهادة مرحلة الأساس في 22 مايو وتنتهي في 30 مايو، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية في 11 يونيو. إذن إعلان الوزارة للتقويم المدرسي بالرغم من القضية التي أثار جدلا كبيرا، وهي إضراب المعلمين وتصريحاتهم بأن يكون الحد الأدنى للمعلم 500 دولار، كيف تقرأ هذا المشهد؟ هو طبعا الحديث عن التحديد، نحن نبدأ بدي
تحديد المعلمين لمرتباتهم هي ما يعادل 220 ألف جنيه سوداني هو منطقي. ولكن مسألة السودان ومنذ أن قام في 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 الخدمة المدنية العامة في خلل كبير بين المرتب والسوق. والإنسان تطلع عشان معيشته. لكن كمان في السودان أيضا الاعتماد الكلي على توفير المرتب من حاجتين بس، من الضرائب والجبايات. فإذا أنت رفعت المرتب إلى 210 وده ما حدث، لما رفعوا له من 6 ل 12 ولا 20، الحكومة طوالي بتتجه لأنها ترفع الضرائب إلى 10 أضعاف. التاجر بيرفع بضاعته مقابل لعشرة أضعاف. أنت بتجي بتلقى ال 210 دي ما بتعمل حاجة، لأن الموظف العامة قبل الزيادات كان بيمشي لطلب الفول بياخده ب 50 جنيه. بعد الزيادات مشي لطلب الفول لقى ب 500 جنيه. فتبقى المعادله هنا بتختل لان بتكون في ضرائب بها. من اوائل الجهات التي تم رفع سقف مرتباتها المعلمين. في الخطه السابقه ايوه تضرروا وقالوا يا ريت لو خلونا في في, في مرتبنا. ليه؟ لان في جشع برضو عند التجار. انت لما ترفع لي مثلا ضرائبي 100% انا بعمل 150% الزياده بتاعتي على السلعه. بالتالي الحل هو ما في رفع الـ 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 المرتبات. الحل على الحكومة كيف توظف قدراتها لتحقيق معاش مضمون، سواء بالتعاونيات يعني زيادة المرتبات هي مشكلة كبيرة جدا، لكن ممكن تكون في برنامج سلعة مثلا يكون مستهدف به الموظف ويمول من منظمات، يعني بدل يجيك بنسبة 20% من السوق يجيك بنسبة تاخذه انت بنسبة 20%، يعني 80% تكون مدعومة. يعني نعود للمشهد السابق، وعندما تم رفع المرتبات للمعلمين كان المواطن او الشعب تفاعل مع هذه القضية. نعم. بشكل كبير. لكن الان اصبح المواطن يقف هو ايضا ضد هذه القضية من جراء الارتفاع السابق. هو في خلل في خلل اخر حدث الذي قام بهذه الفكرة كانت له يعني مخارج، اللي هو دكتور البدوي وزير المالية، من ضمنها برنامج ثمرات وبرامج أخرى. لكن ذهاب البدوي هو برضو كان واحد من التعقيدات. لكن نحن نرجع برضو للتعويم الدراسي. الآن الناس بيتحدث عن تعويم دراسي في مدرسة متوسطة ما في ولا فصل واحد للمدرسة المتوسطة. دي التعليم ده بمناسبة بيواجه تحديات كبيرة جدا. المسألة الثانية، المواطن بشظف عيشه وكدحه اليومي بيمشي للشنطة من 2.5 في السنة الفاتت الآن وجدها ب 11 ألف. تخيل كان الطالب ب 20 ألف، وجد انه الطالب يقبلوا له ب 200 ألف. يعني انت لو عندك 5 طلبة تحتاج لمليار جنيه، انت موظف ما تقول لي 210 ولا 240 ما بتكفيك. إذا كان بس أنت عندك 5 طلبة أنت داير 20 مليار بدون ترحيله، داير مليار بدون ترحيله. فالتحديات دي التقويم ده ما حيمشي كده. في مسألة تانية، كل أولياء الأمور خرجوا من الترحيل، حيمشوا بالمواصلات العامة، هتكون في زحمة، هيكون في ضجر كبير جدا. المواصلات اتضاعفت مما زمان كانت عليه في العام السابق، بتكون في احتجاجات ومظاهرات، والتقويم ده حيجيف كثير جدا بالمناسبة. الحقيقة الآن ما وصل له السودان في مسألة التعليم من مشاكل، وعشان الأسر ذاتها تأخذ نفس، وإنت كوزارة التعليم وكدولة تأسس لتعليم جيد ما عندهم حل غير يجمدوا العام ده. تجميد العام أول شيء بيدي تجميد العام للثانوي وللأساس وللمتوسط. ما انت عندك متوسط دي ما في لها فصل ذاته، المتوسط ده فصل ليه وما في مدرسة ليه وما في. ف
فانت عشان تجمد السنه دي بتدي فرصه، لانه الجامعات الان فيها 3 دفع مكدسه، بتدي فرصه للجامعات ذاتها توفق وضعها. يعني انت لما تمشي وتقبل الدفعه الجديده دي بتكون في 4 دفع في الجامعه سنه اولى، فبالتالي المساله دي علاجها فقط في التجميد. لكن التجميد يا استاذ محمد وموقف الطلاب والطالبات والتعطيل الكبير الذي مر به السودان من ثوره ديسمبر والى الان، تعطيل عشان تمشي، ما هو دي ما كلها التراكمات، هذا كله ينصب في عكس مصلحه الطالب. التراكمات دي اسس العام الفائت والقبل الذين حققوا نجاح لهم جداره كبيره. ليه؟ لان التجميد ده كان المفروض يحدث من اول، لأن العام تعثر وتوقف تعثر وكلها تراكمت، بقت في كلها بقت متراكمة هناك في إما في الجامعة إما في الجامعات. التراكم ده بمناسبة خطير جدا على الجامعة، وبيديك جوطة كده ما بتقدر أنت تجيب تعليم جيد. أنت التعليم ده قاصد بشنو؟ ما الجودة. أنت إذا فقدت الجودة، الجودة ده ما علم، والجودة دي برا في العالم فاتحين لها جامعات. يعني الآن أنت تتوقع أن التقويم المدرسي الذي تم وضعه لن يستمر بهذه الطريقة وسيتعطل كثيرا؟ لا، ما يستمر، سيتعطل. كي لا يتعطل هذا التقويم، ما هي المطلوبات؟ المطلوبات والله أول شيء توفير وسيلة نقل الطلاب إلى مدارسهم، توفير المعلم. ويعني مثلا وعدوهم بعلاوات وكده، لكن المعلم يتحدث عن مرتب. اذا انت اديته وعد بعد شهر شهرين ما اديته، برضه حيضرب ثاني، دي برضه حتجد التقويم. اذا انت ما يعني قطعات الكهرباء والمشاكل اللي بتواجه الدوله الان، اذا ما الطالب سريع يعني سريع انه يقوم بمظاهره، برضه دي حتعطل الدراسه، حتكون في احتجاجات، حيكون في مشاكل كثيره جدا بالمناسبه للوضع الموجود الان على الساحه السياسيه والاقتصاديه. نعم، اذا نتحول الان الى وكاله السودان للانباء، ومنها نقرا تصريحا لصديق مبده: تقرير مراجعه تعيينات الخارجيه الاخيره خلال ايام. في التفاصيل، اذا افاد الدكتور صديق مبده رئيس لجنه مراجعات تعيينات الخارجيه الاخيره ان تقرير اللجنه سيقدم لرئيس الوزراء خلال ايام. وأكد دكتور صديق أن تمديد عمل اللجنة جاء بطلب من رئيس اللجنة بغرض استكمال العمل على الوجه المطلوب. وصرح دكتور صديق أن اللجنة التقت خلال عملها بعدد من الجهات والشخصيات ذات الصلة بملف تعيينات وزارة الخارجية الأخيرة، من بينهم وزيرة الخارجية والأمين العام لمفوضية الاختيار للخدمة العامة. هذا وكان رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك قد أصدر قرارا بتاريخ 15 من أغسطس للعام 2021 قضى بتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات التي تم اتباعها في اختيار وتعيين المتقدمين للوظائف بوزارة الخارجية. إذا هذا ما تحدث عنه كثير من الصحفيين ووسائل الإعلام. متى سيصدر قرار لجنة مراجعة تعيينات وزارة الخارجية؟ ما هو القرار المتوقع؟ وما المطلوب لمواجهة مثل هذه مشاهد تنصب في طائلة الفساد والشبهات؟ عشان حتى تتم العملية بشفافية، الجهات التي قامت اللجنة باللجوء إليها من المفترض أن تكون جامعة الخرطوم هي الأولى، وتكون موجودة في كل هذه الأحداث، هي التي كشفت هذا الأمر، هي التي وضعت الامتحان، هي التي صححت، وهي التي أخرجت النتيجة بما فيها شرف البورد. المسألة الثانية، نحن برضو ممكن نخش في العمود مع الموضوع ده، ممكن نخش في العمود. العمود والكلام ده بنصبر، لأنه هو ذكر الكاتب، ذكر هناك برضو مسألة التعيينات بتاعت الخارجية. هو مؤسف جدا في فترة زي دي، في مرحلة زي دي، مؤسف جدا في مرحلة زي دي، أن وفي سودان داير سلام وعدالة وحرية، العدالة اختلت في وزارة في زمن المنصورة، اللي هي دي ما حدث ده هو دائما بيحدث من الحزب الطائفية أو من الأنظمة الشمولية. لذلك لابد العملية دي تعالج بجامعة الخرطوم فقط، يعني ما فيها لها استشارات، خاصة أن العدالة ما موجودة. في ناس يعني كثيرين يقول لك أنا خطيت الإيميل لما قدمتها، التلفون،
حتى ما ضربوا للناس ولا لقوا في 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 الايميل بتاعه لقى موعد الامتحان، يعني تفاجأ بانه الامتحان اجروه. الان اين هي جامعه الخرطوم من هذه القضيه؟ ما هو قال نحن استعنا بجهات، ما ذكر جامعه الخرطوم. لكن حتى تتم الشفافيه يجب ان تكون جامعه الخرطوم موجوده، ويفتح الباب للذين ما جلسوا لهذا الامتحان، وعملية اكتمال العدالة كما قال في العمود قبل. لا لا لا، العدالة ما يعني مختلة، لا محكمة دستورية، لا رئيس الجهاز الأعلى للقضاء ما موجود. الناس من حقهم ذاته يشتكوا، يشتكوا للقضاء ويغادروا وزارة الخارجية، حتى أن الموضوع ده ما يمشي ساي. ما نحن عندنا موضوع الدول. ما هي التوقعات التي يمكن ان تطغى بانتباعات القرار؟ ما هي القرارات المتوقعه بحسب الدراسات او البيانات لتحليلها او تحليلها؟ هو المفروض يحدث جامعه الخرطوم تعاد اليها كل الاوراق الممتحنين والتي تم تصحيحها، ويعملوا معالجه للذين لم يدعوهم للامتحان، يجلس الامتحان آخر. وجامعة الخرطوم تحدد هل هؤلاء هم الذين أخذوا النتائج الصحيحة أم لا، يعني هل التصحيح بتاع جامعة الخرطوم هو الذي أخذ هؤلاء، أم هناك محسوبية وحزبية قدمت الذين لم يحصلوا على درجات عليا على الذين حصلوا على درجات عليا. فدي ده الحل الممكن يكون، لكن غير كده ما بتكون في عدالة، لان الذي انت ما دعيت شخص الامتحان اصلا، وهناك في لغه انه في ناس حققوا درجات عليا وما اخذوهم، وفي ناس ساكتين في مواد واخذوهم، دي كلها لازم تعود لجامعه الخرطوم. نعم، اذا نتحول الى السودان الدوليه ومنها نطالع المطالبه بتوجيه تهمه جرائم ضد الانسانيه للمتهمين بقتل محجوب التاج. في التفاصيل أوصى ممثل هيئة الاتهام وكيل النيابة محمد إبراهيم بتوجيه تهمة جرائم ضد الإنسانية للمتهمين في قضية الشهيد محجوب التاج ابن نجم الهلال الدولية التاج محجوب طالب طب جامعة الرازي. وأضاف وكيل النيابة أن المتهمين قاموا بسلوك ممنهج لضرب الطلاب بأدوات قاتلة بعد الإحاطة بهم بما يعرف بنظام الصندوق، وهو عبارة عن قفل مخارج الطرقات أمام المحاطين بواسطة عربات هيئة العمليات المحلولة التابعة لجهاز الأمن العام والمخابرات للنظام البائد. وتابع المتحري في ذات جلسة المحكمة التي عقدت برئاسة مولانا زهير بابكر عبد الرازق أنه نتيجة لعملية أحكام الصندوق والضرب فقد تعرض بعض الطلاب لعملية ارتجاج في المخ. وجدد المتحري اتهامه للمتهم السابع محمود محمد عبد العزيز ما سبق أن أفاده المتحري السابق. إذن أستاذ محمد، المطالبة لهيئة الاتهام بتوجيه تهمة جرائم ضد الإنسانية للمتهمين في قضية الشهيد محجوب التاج، ما رأيك؟ والله هو طبعا أي جريمة قتل مقصودة وفيها عمل سياسي دي هي جريمة ضد الإنسانية، ما فيها اثنين ثلاثة. المهم هنا أن هذه الذين قاموا بالتحقيق وقدموا هؤلاء للعدالة، هؤلاء كان يجب أن يكونوا في الجريمة ضد الإنسانية الأكبر اللي هي الفضة الاعتصام. لأن إذا أديب بيجي بيقول أن يا جماعة الفيديوهات دي ما حكم نهائي أو ما كلها ممكن تكون موثوقة، الآن في سابقة وهؤلاء رجال قانون أثبتوا بأن بالفيديوهات بأن ما قام به قتلت الشهيد التاج هو يعني جريمة ضد الإنسانية، هذه سابقة جيدة وممتازة ومفروض أديب يمتثل لها، ما في حاجة اسمها الجريمة ضد الإنسانية الأكبر التي التي تمت في مجزرة الاعتصام بأن الفيديوهات ممكن تكون ما حقيقية. دي المسألة المهمة، والجريمة دي هي جريمة مسقرة للجريمة الأكبر، فبالتالي السابقة القضائية دي مهمة جدا، وممكن أسر شهداء الاعتصام يستندوا عليها في أي وقت من الأوقات. هل يمكن أن حقا تقدم تهمة الجرائم ضد الإنسانية وموافقة هيئة أو النيابة بهذه التوصيات للمتهمين في قتل الشهيد محجوب التاج؟ نعم، هو شخص واحد
أعزل مع مجموعة بتحمل أسلحة بتحمل أدوات صليبة التي ضرب بها، فبالتالي هذه جريمة يعني ما ضد الإنسانية، هذا ده إنسان أعزل. جميل. فهي جريمة ضد الإنسانية ما في اثنين ثلاثة. إذن ما المطلوب هنا من عقوبات رادعة حتى لا تتكرر مثل هذه المشاهد في أي أوقات أخرى؟ هي طبعا دي تترك الغضاء، الناس ما يصبغوا الغضاء، لكن الجريمة ضد الإنسانية نعود إلى الإسلام، العين بالعين والسن بالسن وقتل النفس المحرم، دي كلها حاجات مهمة جدا. لكن المهم في هذه القضية أن لا بد من ربطها بفيديوهات الاحتصام. نعم. إذن نختم هذه الجولة بصحيفة هلالنا، وجاء منها الهلال يخاطب الكاف للسماح للجماهير في المباراة الإفريقية. في التفاصيل، إذ خاطب نادي الهلال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمطالبة الحضور الجماهيري في المباراة الإفريقية التي يخوضها فريق الكرة الأول بالنادي أمام فاصل كينيما الإثيوبي يوم الأحد المقبل برسم إياب الدور التمهيدي من مسابقة الأبطال. وحدد الهلال في طلبه السماح بحضور 25,000 مشجع في مدرجات الجوهرة الزرقاء التي تتسع لنحو 60,000 من المناصرين. وكتب هشام الصباط رئيس نادي الهلال على صفحته بفيسبوك: إيمانا منا بالدور الكبير والبارز لجماهيرنا الوفية، خاطبنا الاتحاد الافريقي لكرة القدم من أجل السماح لنا بتواجد 25,000 مناصر في مباراتنا المرتقبة أمام فاصل كينيما الإثيوبي في إياب الدور التمهيدي لمسابقة أبطال إفريقيا. إذن خطاب نادي الهلال للاتحاد الإفريقي للسماح بحضور 25,000 مشجع لمناصرة الفريق بالنظر إلى أن استاد الجوهرة يتسع ل60,000. هو طلب جيد وممتاز في سوابق حتى دولية وعالمية، إنه أخذوا جزء من أقل من سعة الاستاد يعني أخذوا الربع. لكن هنا في حاجة برضو مهمة، الذين يحملون كرت تضعيم مفروض يسمح لهم بدون طلب من كما يحدث الآن في العالم الخارجي. حدث تضعيم كثير لمجموعة كبيرة من السودانيين، ديل من المفترض أن تصريحات رئيس نادي الهلال بأنه السلطات الصحية بالسودان هي يعني أبدت موافقة من خلال هذا الخطاب، وستكون هناك كافة التدابير المطلوبة والبروتوكولات الصحية لفيروس كورونا. هو طبعا حديث الرئيس الصوبات هو سليم بنسبة 100%، لأن أصلا قبل أسبوعين الناس تشاور في موضوع أنه الناس الجماهير تخش حتى التابع الممتاز، فسلطات الصحية الآن هي مطمئنة جدا على الوضع الصحي في السودان مع الاحتياطات والاحترازات الصحية مع العدد الأقل، دي كلها أشياء من حق الهلال يستفيد منها. هل تعتقد بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيوافق على هذا الطلب؟ والله سيوافق، وإذا ما وافق برضو الهلال حيحتج على أي مباراة يحضرها جمهور في مقبل الايام القادمه يعني او في مسيرته البطوليه. من حقه برضو الهلال اذا تم رفض الطلب ده يتم باستمرار حتى تنتهي البطوله، لكن السلطات الصحيه طالما هي ابدت وفي احترازات لا اظن ان الاتحاد الافريقي ما الذي يجعل الاتحاد الافريقي يمكن ان يسير في خط الرفض لخطاب نادي والله شوف الاتحاد الافريقي ده في الاساس هو مكون من عده دول، في دول فيه نافذه بتعمل على تقدم فروعها بطريقه يعني غير مرئيه، فبالتالي الحذر حتى من التحكيم، في طبقات كثيرة جدا بتتم، وفي كلام كثير طلع حتى من لعيبة كبار في عن إحراز بطولات أفريقية بصورة غير سليمة وموجودة الآن، فدي كلها بتورن لا بد أن الهلال والاتحاد السوداني يكون سند قوي لفريق الهلال حتى يأخذ حقوقه بالكامل. نعم، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد الماحي، كان هذا كل ما لدينا من مانشيتات، أشكرك جزيلا على هذه القراءة. شكرا لك. كتر خيرك. الله يبارك لك. ودي وتقديري، وشكري موصول لكل الذين تابعونا عبر هذه الحلقة. إلى اللقاء.